كذا. ظهرت لكم درجات شباب صح؟ ايه طلعت. الافرج كان اظن 15 وشوي، الميديان اظن 16 ونص و17، نتاكد بسرعه. الافرج 16، الميديان 16.5، ستاندرد ديفيجن 5.5، الماكس 23.5 والمن 4. ويمكن الارقام هذه تظهر لكم في الستاتستكس في نفس ال شاشة الطالب. طيب لنا الافرج اللي هو 15.8 تقريبا. اي تقريبا حوالي 16، الميديان 16.5، ما ادري اذا يطلع لكم ولا لا. ما ادري كم اذا في 25 برسنتايل و 75 برسنتايل، بس عموما ما يهم، اللي يهم الميديان والافرج قريب من ال 16.5. طبعا بالنسبة للهوم ورك اللي حله كامل أخذ 10، مع يعني وجود بعض الملاحظات في كثير كان يعني ينسخ ويلصق من السلايدز. بالنسبة لي طبعا من هوم وورك، طبعا هو مفترض أنك تكتب أو تسوي بارافريز. في بعضكم بذل جهد طيب في إجابة السؤال الأخير اللي هو مثال الفرق بين الجروب باي والجروب باي. في بعضكم ما تكلف ابدا، نسخ حاجه كذا من الانترنت ووضعها. عموما انا اعطيت للجميع 10 اللي كمل الختم الهوم ورك كامل، يعني مراعاه انه انا سوى سبمت للهوم ورك، وعلى الاقل انه قرا الاسئله وحاول انه يجاوبها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر محاضرة تكلمنا عن Chapter 4 Forecasting، يعني انتصفنا في الشابتر تقريبا، وأخذنا مثال طويل على أو تكلمنا عن موضوع الـ Exponential Smoothing Forecast، وتكلمنا عن كيف تقدر تحسبها، وتكلمنا عن Constant ألفا، وأن في الغالب يكون الـ value للـ constant ألفا 0.1، ولكن أنت تقدر تغير الـ value هذه على حسب رغبتك. ومعايير تغيير الـ value أو الغرض من تغيير الـ value بالنسبة للألفا أن تجعله يتأثر بالـ observation أكثر، ولا يتأثر بالـ historical data أكثر، historical forecast أكثر. اليوم نواصل الكلام عن هذا الموضوع. في السلايد هذا يظهر العلاقة بين الـ Exponential Smoothing Method Relationship with Simple Moving Average. The two techniques will generate forecasts having the same average age of information A equals to 2 minus alpha divided by alpha. ما يهمنا المعادلة هذه. Exponential smoothing with alpha equals to 0.1 is equivalent in some sense to moving average based on 19 periods. Exponential smoothing with alpha equals to 1 is equivalent in some sense to moving average based on 1 period. ليش؟ لأنك ال 1 minus alpha بيكون 0،
تضربها في الفوركاست للبيريد اللي قبلها فأنت تخليه زيرو فوركاست البيريد اللي قبلها وتعتمد كليا على الobservation للبيريد اللي قبلها اللي قبل اللي أنت قاعد تسوي عليها فوركاست. طيب عندنا مثال هنا يقول لك if drugs ما أدري ليش اسمها drugs uses exponential smoothing to forecast sales which value for the smoothing constant alpha 0.1 أو 0.8 gives you the best or a better forecast. فعندك weeks من 1 إلى 10 وعندك عنوان تكنيك ولا one method exponential smoothing لكن تقدر تغير الالفا فاليو settings تقدر تسوي configuration ومرة تجرب 0.1 مرة تجرب 0.8 وبعدين تشوف هل 0.1 تعطيك forecast أفضل من 0.8 أو لا وش الأفضل من الثنتين هذه. إذا سألتك السؤال هذا قبل أروح للسلايدز اللي بعده وش بتكون استراتيجي حقتك؟ للإجابة على السؤال هذا أولا سؤال واضح ولا ما واضح؟ لا واضح السؤال دكتور بجرب 0.1 أول طيب بعدين بجرب 0.8 بعدين بشوف الفروقات بين الفوركاست اللي طلعت لي والسيلز كل الويكس واجمعهم كلهم واشوف ايش الأقل. ممتاز تبي تشوف الفرق بين خلنا نقول ان حطينا هذا one column صار من 1 إلى 10 حطينا السيلز في another column from B مثلا وصار من 1 إلى 10 وأضفنا column ثالث اللي هو الفوركاست باعتبار ان الفا equals to 0.1 وكولوم رابع فوركاست باعتبار ان الفا equals to 0.8 حلو وبعدين شفنا الكولوم الخامس كان يقارن 0.1 مع الفوركاست عفوا مع الاكتوال الفوركاست لل 0.1 مع الاكتوال شلون تقارنهم تطرح تاخذ ابسولوت فاليو يطلع لك طيب تاخذ الابسولوت فاليو وبعدين تشوف التوتال كم خلينا نقول طلع معك التوتال 50 يعني مثلا خلينا نقول كانت السيلز طبعا اول واحد ما راح تسوي له فوركاست بتبدا من الثاني الفوركاست حقك قلته والله 120 طلع 115 الابسولوت فاليو 5 هنا طلع 8 7 12 الابسولوت فاليو الفرق في الاخير تجمعها يطلع لك مثلا 100 بعدين تروح تشوف 0.8 وسوي نفس الحركه مع حد سوي الفوركاست طلع لك مثلا مع 0.8 هنا 150 صار الفرق 35 من 25 بعدين 10 10 10 صار معك 200 ايش الافضل صار اقل الاقل 150 اللي هو 0.1 ان تخلي الالفا 0.1 هذه وان تكنيك انت هنا استخدمت الابسولوت يعني الفرق بين الرقمين الفوركاست مع السيلز بدون الاخذ بعين الاعتبار انه كل ما زاد الفرق يعطيها ويت اكثر يعني مثلا لو قلنا انت هنا سويت خلينا نقول 115 كان الفوركاست 116 يعتبر قريب جدا من 115 صح؟ خلنا نقول 120 خلنا فرق 5 ستيل قريب. طيب أعطيك مثال ثاني لو افترضنا أن هذه 10 بدل 115 الفعلية وكان الفوركاست حقك 15 هل هو قريب ولا بعيد؟
قريب، لا مو قريب، لا اذا كانت 10 مو قريب من نسبته، صرت ثلث غلط، صرت ثلث. صار انت 50% زياده فوركاستك، بينما طبعا انت خمس يعني زدت عنها بخمسه، وهنا يوم زدت عنها بخمسه فكان هنا الفرق او اثر اقل من الاثر من لو كان 10 الى 15، ف115 الى 120 اقل من الاثر من 10 الى 15. لكن في الطريقه اللي انت حسبتها وهي صحيحه ما فيها مشكله، طريقه معتبره يعني، ما تاخذ بعين الاعتبار موضوع الفرق. كنا نعدل عليها، صرنا ناخذ النسب بدل ما ناخذ الاكشوال فاليوز، ناخذ احسنت، نسبة ال صحيح، هذه طريقه اخرى انك تاخذ النسبه. في عده طرق نبي نشوف بعضها في الكورس هذا. طيب exponential smoothing to evaluate the two smoothing constants determine how the forecasted value would compare with the actual historical values in each case. خلينا نقول ال y هي ال actual y of t، وال f of t هي ال forecasted sales in week t، وال f2 طبعا ال f2 لازم ان احنا ما نقدر نسوي forecast، لازم نخليها هي ال 110 دائما، لان هي اول ما في forecast قبلها، هذا اتفقنا عليه المحاضره الماضيه. ال f2 equals to y1 equals to 110. For other weeks نحسب 0.1 times 1 في ال f plus 1 equals to 0.1 للobservation لل t، و plus 0.9 لل forecast لل t اللي كانت لليوم اللي قبله او ال period اللي قبلها. نحسب ال quantities هذه، ف f2 ما نقدر نقول شيء الا نقول 110 نفس y1، بعدين تصير 110.5 بين 11 الى اخره. فعندنا 9 periods اللي نسوي عليها فوركاست الفعلية، لأن التنث أنا ننسخها فقط من البيريد اللي قبلها. نغير الألفا، طبعا المرة الأولى كانت 0.1 1 ألفا 0.9 تصير 0.8 0.2 تطلع معنا الفوركاست الجديدة. نسوي هنا ما استخدم نفس الطريقة اللي استخدمتها أنت، استخدم هنا شيء اسمه المين سكويرد ايرور in order to determine whether smoothing constant gives the better performance, calculate for each mean squared error for the 9 weeks of forecast week 2 through week 10. الطريقة اللي انت استخدمتها قلت y2 minus f2 المطلقة لي y2 minus f2 زائد القيمة المطلقة y3 minus f3، بعدين اعطتنا value، تقدر طبعا تقسمها على 9 اذا بتاخذ ال الافرج، لكن مو بالضروره لانك قسمتها على 9 ولا ما قسمتها على 9، انت بتقارن تو كوانتيتيز كلها بتكون اما مقسومه على 9 ولا كلها ما هي مقسومه على 9، ففي المقارنه ما راح يفرق، بيقول لك والله هذه اكبر او هذه اكبر سواء قسمت ولا ما قسمت. طيب هنا هذا مجر اخر مين سكويرد ايرور، هذا شيء اخذ بعين الاعتبار. هذا exponential لو لاحظت كوادراتك أس 2، فش اللي أخذ بعين الاعتبار شيء أكثر من اللي من لو ما حطيت ال exponent، ما يكبر الغلط، كل ما كبر الغلط بيصير exponential، إذا كان مثلا نسبة واحد بس بيصير واحد، إذا صار اثنين بيصير أربعة، وإذا صار ثلاثة بيصير تسعة، يكبر الغلط. يعني كونك تكون لو تجيب كل الـ يعني لو تكون accurate في بعضها يعني تجيبها صح يكون هذا zeros، بس لو واحد تغلط فيه غلط كبير يعاقبك، يعني كل ما أبعدت كل ما عاقبك أكثر، فكل ما زاد الـ واضح المقصود، كل ما زاد أي واضح كل ما زاد الـ error أكثر بس اثنين. وهذا طبعا في أغلب الـ applications يستخدم الـ mean squared error، هو أكثر شيء يستخدم، كل ما أبعدت كل ما أعطاه عقوبة أكثر أو penalty أكثر. طبعاً اللي ذكرته الثاني الأول أيضاً يستخدم، يعني ما هو غلط، بس إنك يعني لو صار فيه شيء أحد الفوركاست off way off، يعني إذا أنت كان الأكتوال 100 وأنت قال 300
اذا كان واحد 100 وانت الاكتوال 100 وانت قايل 300، بيكون الزياده تاثيرها مثل تاثير الزياده اللي في البدايه، يعني مثل تاثير يعني كل واحد من كيف اشرحها، وصلت الفكره ان شاء الله، انه كل ما صار الفرق اكبر كل ما صار البنالتي اكثر. بعدين select the forecast with the smallest error value. طبعا squared error بدون التسعة، vision المين squared error مع التسعة. طيب لو حسبنا الـ MSE الحين، أتوقع أن المفروض أن لو سألتكم كيف تسويها بالإكسل الجميع يقدر يفتح الإكسل ويحسبها. هذه 1 column another column forecast، إذا تحسبها من المعادلة الفوركاست للألفا equals to 0.8 تحسبها في another column، الأرور تحسبها بالشكل هذا وبعدين تجمع وبعدين you divide by 9 يطلع لك الـ MSE mean squared error اللي هو هنا طلع لك 108 وهنا 94. فوش الأفضل؟ ماشي. 94 أفضل لأن الأرور انت تحاول تنقص الايرور، فبالتالي ال 94 افضل اللي هو الفا equals to 0.8. performance of forecasting methods for reading، ما راح اسالكم انا عن اي شيء غير ال mean squared error، لكن خلونا نتكلم عن بعض الماتريكس اللي تستخدم لقياس ال performance لل forecasting. error equals to average، عفوا actual minus forecast، ودائما يرمز له او كثير يرمز له بالدلتا، يقول لك دلتا تي equals to الاكتوال اللي هو y t minus f t. احيانا الكوانتيتي هذه تكون بالماينس فتاخذ القيمه المطلقه لها. select the forecast with the smallest error value. types of forecast error equations، المعادلات اللي تقدر تستخدمها لحساب الايرور. الـ MSE mean squared error اللي هي تعاقب أكثر كل ما بعدت عن الـ actual. الـ mean absolute deviation اللي ذكرها زميلنا كلها يعني أبعدت ولا ما أبعدت تحمل نفس الـ 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 mean absolute percent error، أظن أيضا ذكرناها بشكل يعني بلمحة. large absolute deviation انها تقول والله الايرور بخليه هو اعلى ايرور، النقطه اللي تعطيني اعلى ايرور بعتبر ان هذا هو الايرور بالنسبه للكوانتيتيز هذه. الام اس اي شفناها سميشن تجمع الدلتا تيز بعد ما تربعها تاخذ الدلتا تي، تقول والله اف تي ماينس واي تي سكويرد زائد ft minus 1 minus yt minus 1 squared زائد ft minus 2 minus yt minus 2 squared إلى بعدين you divide by n اللي تو كانت 9. الماد mad هي القيمة المطلقة للفرق مقسومة على ال n، واللي ذكرها انا ما ادري ايش اسمك ترى زميلنا تو هي الاي دي احمد. اي احمد اللي ذكرتها تو وشي الاستراتيجي اللي هي هذا الماد. اي بس انت الاد فقط اللي هي اي بدون المبدون الابسولوت ديفيجن بدون المين لانك ما قسمت على تسعة. بالنسبة إذا كان في إن بتقارن أنت رقمين ما يحتاج إنك تقسمها لأنها المقام واحد، لأنك تقارن بين two quantities في لها نفس المقام فما يحتاج إنك تقسمها. الثانية هنا الماب أو maybe ما أدري كيف تختصر أو تنطق MAPE summation شبيهة بهذه، لكن كل مرة تقسمها على ال YFT. وش الهدف من هذه؟ والسؤال اللي سألتك عشان نسب عشان تكون قريبة من عشان تكون نسبة
ليه؟ عشان الفرق بين ال 15 شفت غلط و 10 يعني، ما يكون بس رقم اي الغلط. ما يكون كمية الغلط، يكون نسبة الغلط. الفرق بين ال 15 وال 10 هو مثل الفرق بين ال 1000 وال 1005، صح؟ والأخيرة هي أسهل واحدة، هي تاخذ فقط أعلى فرق بالنسبة ل هنا بعض الأمثلة. طبعا هنا نشوفها، هذه الأوبزرفيشنز حقتك، تايم سيريز 100 110 90 80، وهذا التايم بوينتس 1 2 3 4 5 6 3 بيريد موفينج افريج. هنا ما استخدم السموذنج ميثود، هنا استخدم الموفينج افريج اللي عنها المحاضرة قبل الماضية. 3 بيريد معناها اخذ 100 و110 و90، وشو الموفينج افريج حقهم؟ الافريج حقهم 100، ف 3 بيريد موفينج افريج اخذ 3 3 بيريد، وقال ان اتوقع ان 4 يكون 100 بناء على الافريج الثلاثه هذه. الخمسه بتكون 93 33 96.6. طيب الايرور اوف ذا ثيرد بيريد موفينج افريج، الايرور الفعلي كان متوقع 100 وفعليا طلع 80، فالايرور ماينس 20 11 23. هنا ويتد موفينج افريج اعطانا الويت 0.5 0.3 0.2، فيضرب الاولى المفروض من العكس 0.2 0.3 0.5، المفروض ان يضرب 0.5 بالثلاثه لانها هي الموست ريسنت، ويضرب 0.3 بال110 ويضرب 0.2 بال100، بس هو يمكن عكسها ما ادري كيف حسبها. عموما طلعت 90 89 85 ونص ايرور بالنسبه لهم، ماينس 18 16 29، هذا الدلتا اي الايرور. الحين نشوف نحسب ال ام اس اي، تاخذ ربيع الايرور تجمعه، اذا تجمعهم مع بعض بعدين تقسمهم على ثلاثة. ليش ثلاثة؟ ثلاثة ما في فوركاست، نشتغل فيهم فوركاست بس. لا المرة هذه ما صار جوابك صح. لا صحيح، عفوا. لا الفوركاست ثلاثة، معليش آسف. طيب الـ MSE للـ weighted نأخذ الـ error للـ weighted الأول، الـ error الثاني، الـ error الثالث، ونحسب الـ MSE نقسمها على ثلاثة طبعاً، 483 361 هي أفضل، اللي هي moving average بدون الـ weighted moving average. في الغالب الـ weighted moving average يفترض أنها تكون أفضل، لكن هنا يبدو لي انها وضحت لي ليش ما صارت افضل، لان عكس الويتس. لو حاط 0.5 في الاخير 0.2 في الاول مضروبه في 0.2 مضروبه في 1 0.5 للموست ريسنت، اعطيك الام اس اي افضل. طيب باستخدام الماد الابسولوت ديفيشن يكون الـ error 18.35، وباستخدام الماد للـ moving average الـ error بيكون أعلى، فيظل الـ moving average أفضل من الـ weighted moving average. باستخدام الـ percentage يظل الـ moving average أفضل من الـ weighted، ولكن باستخدام الأعلى أعلى فرق يكون 29 هو أعلى شيء، وهنا أعلى فرق 23 يكون الـ weighted moving average هو الأفضل. linear trend time series، أنا ما ودي أبدأ بالموضوع هذا الآن، نخليه المحاضرة القادمة.
بس كأننا خلصنا بدري. طيب الخميس الونيس.